السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أخوكم حارث العوادي من فريق جي اس ام ميديكال اديوكيشن، واليوم إن شاء الله راح نبدي بأولى حلقاتنا من المايكروبيولوجي، وراح نتعرف على أمور جدا مهمة. راح نعرف نعالج أمراض عديدة ابتداء من كل الكائنات الدقيقة. خليني أبدي بصلب الموضوع مباشرة، خلي أدخل لك على مود لا نضيع وقت. نبدي مفهوم اصلا بدايه، خلي مايكرو بايولوجي، تمام؟ خلي نثبت هذا المفهوم على مود نمشي عليه محاضراتنا. مايكرو بايولوجي، ميكرو او مايكرو هي دقيق، وبايولوجي هي الوظيفي الحيوي. فالميكرو بايولوجي معناته شنو؟ الساينس ويتش study شنو؟ the micro organisms، العلم الذي يدرس المايكرو اورجانيزم. ابتداء شو يدرس لي هذا العلم؟ انتبه هنا الفانكشناليتي، الفانكشن، تمام؟ كاركترستيك، الصفات، الفيرولنس، فيرولنسي يعني كمية الأذى اللي ممكن تسبب على الجسم، تمام؟ وكيفية إنه أنا أتحكم بها وأقتلها، والتريتمنت أو الديفنس ميكانيزم ممكن نتبعها ضد هذه الكائنات. الكائنات تتقسم الى هذا العلم، يضم كذا علم بداخله. اللي احنا راح نبدي به ان شاء الله بالحلقات الجايه هو او بنفس الحلقه هذه نبتدي بمقدمه البكتيريولوجي. فاول علم عندنا هنا شنو؟ البكتيريولوجي، اللي هو علم اللي يدرس لي شنو؟ which study the bacteria. بكل بساطه بكتيريا بنقول which study the bacteria، ابتداء صفات، تركيب العام، راح نتطرق لهذه الامور، والوظيفه وشون اتخلص منه. نجي ثانيا مايكولوجي، تمام؟ مايكولوجي هو يتعامل لي مع الفانجي او الفانجاي. ثالثا الفيرولوجي، اللي هو يتعامل لي مع الفيروسز. رابعا الباراسايتولوجي، اللي هو علم الطفيليات. بيرا معناتها الى جانب او ملتصق، سايت معناتها مكان، فحياته تعتمد شنو؟ ملتصق الجانب، تمام؟ علم ملتصقات الجوانب، هذا معناته الكائنات اللي ما تقدر تعيش الا بوجود تتغذى عليك، مثل النبتة الضارة تتغذى على نبتة مفيدة، فأنت تمثل هنا النبتة المفيدة والباراسايت يمثل النبتة الضارة، مثل الديدان على سبيل المثال، هذه تبدي وتكبر وتسوي رقاتها داخل الأمعاء وتتغذى عليك. زين، عندنا بعد شيء ناسي؟ بكتيريولوجي، مايكولوجي، فيرولوجي، وباراسايتولوجي. مبدئيا لا، على العموم هذه العلوم الأربعة راح نناقشها كلها بالتفصيل، ابتداء من الأشكال، كيفية تكوينها، شلون جدارها شلون يتكون، محتوياتها الداخلية، شنو نقاط قوتها ونقاط ضعفها وكيفية علاجها. خلينا نبدي بمن؟ بالبكتيريولوجي. أراويك الطريقة اللي راح نتبعها على ما نعرف. احنا قلنا كل سيستم نبدي بيه، نبدي مثلا اليوم راح نبدي إن شاء الله بالبكتيريولوجي. راح يكون مقسم كل سيستم الى ثلاث اجزاء. الجزء الاول اللي هو الجنرال بكتيريولوجي، يعني شنو؟ يعني يحتوي على الصفات العامه والنقاط اللي لازم اعرفها على البكتيريا. فابتداء جنرال بكتيريولوجي، تمام؟ هذا اولا. بعدين بعد ما عرفت صفات البكتيريا كلها واشكالها واسمائها، تيجي على الكلينيكال، كلينيكال بكتيريولوجي. كلينيكال بكتيريولوجي لازم اعرف هذه البكتيريا شنو الانواع الالتهابات اللي تسبب بجسمي،
شلون هي لازم افتهم الميكانيزمات، كيفيه قدرتها على ايذاء جسمي، وهذا كله يحتاج تاسيس صحيح على ما تقدر تتجاوزها. وثالثا شنو؟ الانتي مايكرو بيال شنو؟ دراجز، انت مايكروبيال دراجز اللي هي الانتي بكتيريال اللي هي الانتي بايوتكس. تمام، فاحنا نعرف كل هذه العلوم بالتفصيل، راح نبدي بالجنرال بكتيريولوجي، بعدين كلينيكال بكتيريولوجي، بعدين انتي مايكروبيال دراجز. خليني اعطيك امثله حلوه، ولازم شنو كمقدمه مستهله على مود بالحلقات القادمه ان شاء الله انت ما راح تعاني. ناخذ مثال، اني خلينا ناخذ مثال دول المقاتلين بصوره عامه. اي مقاتل هذا شخص يقاتل، تمام؟ تمام، عنده القدره القتاليه، فدائما تجي مواجهه منافسه، الناس مستهدفته وتريد تقتله، بس انت هو هذا شلون يدافع عن نفسه؟ هذا يمثل من؟ يمثلني اني. تمام، كل الكائنات تستهدف، فلازم يعرف هذا اذا اراد ينتصر لازم يعرف عدوه. تمام، بصوره عامه انا اذا اريد اقاتل شخص راح يقول لك تعال عندنا معركه، معركه مثلا يقول لك واحد هذا تعال قاتل اسد او قاتل انسان او قاتل، صح؟ اول شيء لازم اميزه هذا اللي راح اقاتله انا، الشخص اللي انا راح اروح اقاتله شلون يكون شكله؟ كبير، صح؟ صغير، حيوان، انسان، اله، دبابه، لو كائن حي مثلي. اول شيء احنا نعرفه انه هي ميكرو اورجانيزم، صح؟ كائنات دقيقه غير قادر على رؤيتها انت، هذا اول شيء تعرفه انت، ميكرو اورجانيزمز، مو صحيح؟ ميكرو اورجانيزم ما دام هي مو دقيقه لازم انت تتعرف شلون هذا العدو مالتي يقدر ياذيني في سبيل اعرف شلون اتجنب الاذيه، هذا اولا، ونقاط ضعفه على مود اقدر اني اذي، مو صحيح؟ تميك سنس. الشخص مقابلي لازم اعرف نقاط قوته على مود اتجنب اذيته، وبالتالي ايضا لازم اعرف نقاط ضعفه على مود اكتله اقدر اسيطر عليه. هذا المفهوم شلون ينطبق؟ نفس ما احنا نصنف الجنس البشري انه هذا افريكان ديسنت، هذا يوروبيان ديسنت، هذا ايشيان ديسنت، مو صحيح؟ هذا اسود، هذا ابيض، هذا اسيوي، نفس المفهوم. فاول شيء انت لازم تعرف هي، حنعطي مجموعه معلومات، هذه كل المفاهيم هي مره على اذانك، بس انت اليوم راح نوضح لك شنو اهميتها قبل أن نبدا بيها. المهم، اول شيء لازم نعرف شكله، صح؟ اذا مورفولوجي، اول شيء تحتاج تعرفه مورفولوجي. مورفولوجي، المورفولوجي هو علم الاشكال. تمام، شنو شكله هذا؟ صغير، كبير، دائري، مربع. خل اعطيك مثال، مثال بالمورفولوجي مثلا عندنا اذا تسامعين بالستريبتوكوكس، ستافيلوكوكس، صح؟ مثلا ستريبتوكوكس، خلينا ناخذ هذا ستريبتوكوكس، من تسمع الاسم انت ستريبتوكوكس اوريوس، مو صحيح؟ صعب، اسم طويل علي، هذا شنو شلون؟ بينما من تجي انت تاخذه ببساطه ابتداء من علم المورفولوجي الى النهايه راح تعرف شلون تسيطر عليه. كوكس معناتها دائري، ستريبتو معناتها سلسله، اذا شكل هذه البكتيريا يكون بهذا الشكل. واضح الفكرة؟ بس، وعلى شاكلتها بقية البكتيريات. هذا مثال على مود لا أطول عليك الفيديو. الثانية، بعد ما عرفت أنت، خلي تخيل نفسك أنت بغرفة قاعد ظلمة، فأنت تحتاج أنت ورا ما تشوف هذه تشوف نوعية الأشخاص، أنت عرفت شكلهم، هو شكله مثلا أوصف لك هذا الشخص ضخم عنده إيدين عنده رجلين، بس ما تعرف تميزه فعليا. إيش تحتاج لك؟ إحنا كبشر نشوف بشر ثاني أو إنسان ثاني، أعرفه من شكله، صفاته، ملامحه، مويتي. هنا أنا ما أحتاج أميز عن شيء، مثلا هذا صديقي أسمر، هذا أبيض، هذا نفس المفهوم. تخيل ببالك لما تبدي تميز الصفات الأدق، هذا تحتاج انت للبكتيريا على مود تشوفها، بما انه هي كائنات دقيقه تحتاج تسوي لها ستيننج.
ستينينج هي صبغات معينة على مود تكون قادر على تمييز. هي تنصبغ بهاي الصبغة، تكون وردية، تكون شنو زرقاء أو بنفسجية، أو ممكن ما تنصبغ، أو ممكن تنصبغ بغير لون. فمثلا هذا شيء يسموه classification according شنو to staining. staining بالمناسبة هذه classificationات، هذا المايكرو أورجانزم بالبداية، فأنت الكلاسيفيكيشنات اللي لازم شنو تعرفها كلها، كل اللي راح اذكره هسه، انت على كل بكتيريا واحده تيجي تاخذها لازم تعرف كل تصنيفها من ضمن هذه التصنيفات، على مود تقدر تاخذ مفاهيمها، جوانبها، ابتداء من الشكل، تبدا والصفات، القدره، مو هيجي؟ زين، هيلث ستيننج، خلينا نعطيك فكره على الستيننج. اكو عالم من دول اوروبا اجى لالمانيا، وفروا له ظروف مستشفى، اسمه مستر جرام. هذا جرام وورا ما الناس تعرف المورفولوجي، اجى قال اني اميز لك صفات البكتيريا، فحط صبغه معينه، جرب الصبغه مالته، قسمت البكتيريا الى قسمين، القسم الاول بوزيتيف يطلع بالصبغه مالته، القسم الثاني يطلع نيجاتيف. تمام، هسه شنو يعني بوزيتيف شنو نيجاتيف راح نشرحها احنا من نشرح الستيننج. ولكن هنا مبدئيا البكتيريا اول ما صارت لها صبغه بالبدايه انصبغت فقط على اساس الجرام. ليش؟ هذه النقطة مهمة على مود أعرج لك على اللي وراها. ليش؟ لأنه إحنا ما كنا نعرف تكوين الخلية. شنو؟ السيل وول أو البكتيريال كومبوزيشن، تكوين الخلية العام. فأنت من صنفها إلى قسمين، وما زال هو أشهر تصنيف تصنيف جرام. بعدين من نجي هسه هنا عندنا صبغة جرام. يعني مثلا ذكرنا ستافيل ستريبتوكوكس، هذه جرام بوزيتيف. مو صحيح؟ مو صح؟ اللي جرام ستريبتوكوكس هذه جرام بوزيتيف، واكو جرام نيجاتيف الى اخره. فعندي جرام قسم للبكتيريا الى بوزيتيف والى نيجاتيف. بعد ما تطور العلم والبحوث ما ادري شنو، واعتمدنا على جرام اساسيا، قمنا نواجه مشاكل، اكو بكتيريا ما عندها صفات. فاستنتجنا انه البكتيريات، اكو بكتيريا ثنائيه، بكتيريا لا تصبغ بصبغه معينه، واكو بكتيريا تنصبغ بصبغات ثانويه لها صبغات خاصه. هذا الشيء اللي يدل انه احنا ما فهمنا تركيب الخليه العام، صح؟ فعلى مود نقدر نسوي صبغات ثانيه تكتشف لي البكتيريات البقيه اللي ما اكتشفناها بجرام ستين، لازم شنو؟ لازم اتعلم الكلاسيفيكيشن الثالث اللي هو كلاسيفيكيشن اكوردنج شنو؟ للبكتيريال composition، bacterial composition. من اقول composition اني قصدي composition عفوا اي من اقول composition قصدي تكوينها، ابتداء من تكوين النواة، الدي ان اي بها دي ان اي او لا، الى الجدار، شنو اللي يحيط بالجدار، اكو كبسول ماكو كبسول، بها جدار واحد لو ثنائي، كيفية معرفة هذه الليرات راح تبين لي المواد اللي اقدر استخدمها، فبالتالي هذا النوع من الستين يصبغ لي يمتد الصبغة مالته الى الجدار الثاني او الثالث، وهذا ما يقدر يصبغ لي، او هي البكتيريا عندها جدار سميك جدا ما تستقبل الصبغة، ما تقدر تجتازه. فهذا ميز لي شنو؟ ميز لي أهمية الكلاسيفيكيشن الثالث. إذا أولا مورفولوجي عرفنا الشكل، ثانيا الصبغة مالتي على مود أميزة بدقة فيصير جرام نيجاتيف بوزيتيف، يعني نفسي تهذني بالكوكساي على سبيل المثال، ممكن بيهن هذا بصبغة معينة وممكن بيه بوزيتيف ممكن بيه نيجاتيف كمثال، يعني مو كدقة. الثالث بكتيريال كومبوزيشن، تركيب البكتيريا من هذه هي احنا نشوفها بهالشكل، بينما هي بالحقيقة تكونها 1 2 3 زائد دي ان اي زائد نواة. فاهم الفكرة؟ فهذا ضروري تعرفه. بعد ما عرفنا الكومبوزيشن تعرفنا على شغلة جدا مهمة، انه هذه البكتيريا تختلف بانتاج السموم. فاحنا من نذكر الكومبوزيشن راح نذكر البكتيريا تفرز لنا شنو؟ سموم. فانا راح اعطيك هنت استخدمه من هسه.
الجرام بوزيتيف والنيجاتيف احنا قلنا اشهر انواع التقسيم، فاغلب البكتيريا اما تكون بوزيتيف يا اما نيجاتيف. بقيه البكتيريا صحيح ممكن تكون خطره ولكن اعدادها قليله، لذلك انا اقول لك اهم شيء هذه. فانت من تعرف تذكر الجرام بوزيتيف بكتيريا تفرز نوع من انواع شنو؟ السموم اللي احنا شو نسميه؟ نسميه اكزوتوكسين، السموم اللي تنفرز من داخل الخليه الى الخارج. اما النيجاتيف تفرز اندوتوكسين واللي هي ما تنفرز، تكون تكوين الجدار واثناء تحلل البكتيريا شنو؟ ينفرز السم. فاذا الاكزوتوكسين بكتيريا هي نفسها الجرام بوزيتيف، وهذه البكتيريا مو فقط قادره على انه هي تجتاح جسمي وتتغذى عليه، لا، قادر على ايذاء الخلايا بصوره مباشره. الثانيه الجرام نيجاتيف جنرالي، طبعا اكو جرام نيجاتيف تفرز اكزوتوكسين، هذا محور ثاني، ولكن مبدئيا البوزيتيف يفرز اكزوتوكسين والنيجاتيف يفرز اندوتوكسين. فالجرام نيجاتيف بصوره عامه الاغلبيه يفرز اندوتوكسين اللي هو عندما تتحلل البكتيريا، وهو هذا اللي راح يفرز لي قضايا، مثلا امور نحن نسميها سايتوكاينز اللي انترلوكين 1 انترلوكين 6، اكو بالاكزوتوكسين يفرز لي 12 مويتي انترلوكين 2 تومر نكروتيك فاكتور، بعد شنو عندنا انترفيرون جاما، قضايا هواي هذه كلها راح نجي نناقشها، وشنو معنات الانترلوكين، شنو معنات الانترفيرون جاما، وراح نشرح شنو تاثيرها على الجسم، نيتروك اوكسايد من ينفرز شنو تاثيره. ولكن مبدئيا هي هذه التساق، شوف انت هسه عرفت شكله هيجي، انتبهوا وياي، هذا ستريبتوكوكس مثلا شنو؟ جرام بوزيتيف، اذا بي شنو هسه؟ تلقائيا اذا بي اكزوتوكسين. اكزوتوكسين معناتها عنده تركيب معين للخليه، احنا نقول ليبوكوتوكويك اسيد، راح نجي ونشرحها. بعد ما عرفنا هذه لازم نعرف الكلاسيفيكيشن اكوردنج تو شنو؟ تو توكسنز او الطريقه اللي يسوي بها البكتيريا سلاح البكتيريا او الفيرولنس، فيرولنس فاكتور، اسلحه الخليه، صح؟ بعد ما عرفت انه انت راح تقاتل شخص مثلك جسمه هيجي ابيض طويل، لازم تعرف يقاتلك فقط بايده لو يقاتلك بسلاح. زين انت قالوا لك بسلاح البوزيتيف والنيجاتيف هنا شي يمثل؟ راح يقاتلك بسلاح ابيض لو يقاتلك برشاش، مو هيجي البوزيتيف رشاش، سلاح الابيض السكين اللي هو النيجاتيف. جيد، شنو اللي نسيناه بعد؟ ورا ما عرفنا هذه الصفات كلها، مثل كانما انت دا تلعب لعبه، بديت تتغلب على البكتيريا شويه 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 وبديت تسقط بيها، بس انت نسيت شغله مهمه، انه البكتيريا ممكن نعرف نقاط قوتها تمام ونقاط ضعفها من بالحصار عليها، يعني اكو بكتيريا ما اقدر اقتلها صح؟ اسوي عليها حصار معين، فلازم اعرف شو ايش تحتاج على مود اسوي حصار. مثلا الحيوانات نصنفها، راح انا اعطيك مثال وانت تجاوبني. مثلا الحيوانات اللي تاكل الحبوب اشهر شيء شنو؟ طيور، صح؟ اللي تاكل اللحوم الوايلد انيمالز اللي هي المفترسه، الاسود، الضباع، مو صح؟ اللي تاكل الاعشاب، الابقار، الغنم الماشيه. وحدك انت صنفت هذه الكائنات على اساس غذائها، مو صحيح؟ نفس القضيه تصنف هنا على اساس غذائها عن طريق الاجار، الاجار هو مكان اوفر به غذاء معين، فبالتالي اعرفها شلون تتغذى على هذا، اذا تغذت على كريات الدم الحمر شلون تضرها، شلون تستفاد منها، فبالتالي اخذ اثنين اقدر احاصرها امنع عنها الغذاء، واقدر استفاد اعرف شلون هي تضر جسمي. فشنو؟ هنا عن طريق الزراعه، classification according to شنو؟ to culturing اللي هي زراعه البكتيريا، تكون باجارات هيجي بصحن دائري بخلايا دم، مرات شوكليت، مرات بروث، بس مجرد غذاء مناسب للبكتيريا. هذا عن طريق كلتشرنج. جينا عرفنا كل الصفات، كل وحده وتنطيني صفه معينه، جمعت الصفات صار عندي هواي فوائد واقدر اتغلب على البكتيريا. اكو شغله مهمه نسيناها. من نجي احنا الانفايرمنت، نجي نفس الشيء ارجع لك على الحيوانات. اقول لك الحيوان قسم لي الحيوانات تمام؟ اكو مائيه
اللي هي ما تحتاج الاكسجين او تاخذه بصوره ثانيه، خلينا نقول ما تحتاج، لنفترض ان هي ما تحتاج الاكسجين. واكو برما العفو، اكو بريه اللي تعيش فقط على البر، تحتاج الاكسجين، بدون الاكسجين تموت، والمائيه بوجود الاكسجين تموت. يعني اذا طلعها من المي تعوفها بس مجرد اكسجين تموت. فاهم الفكره؟ اكو برمائيه اللي هي تعيش بين البر والماء، مثل السلحفاه، مو صحيح؟ اخطبوط ممكن يعيش من الطلعه فتره طويله، يظل عايش ما يموت. فاهم الفكره؟ فهذه الفكره نفسها للبكتيريا. عندنا البكتيريا تتقسم على اساس الجو مالتها والاتموسفير، according to the atmosphere، اللي هي هنا يجيك aerobic او anaerobic. هنا according to شنو؟ to environment او الاتموسفير مالتها، شلون البيئه. فهنا تقسم عندي مثلا aerobic و anaerobic. زين، ايروبيك وانا ايروبيك شنو يعني؟ يعني هاي البكتيريا تحتاج اكسجين على مود تعيش، هذه البكتيريا ما تحتاج اكسجين على مود تعيش. من درسنا وبحثنا اكتشفنا هاي البكتيريا اللي تحتاج اكسجين على مود تعيش ممكن بها دقه. اكو بعض البكتيريا تحتاج كميه معينه من الاكسجين، صح ولا غلط؟ اكو بكتيريا تحتاج اكسجين على مود تعيش، يعني تقدر تستغله بس مو شرط موجود الاكسجين، فترات معينه تقدر تسوي سبات وتقدر تستخدمه وتقدر تسوي مثل جسم الانسان يستخدم الطاقه بدون الاكسجين، مو هيك عندنا قابليه؟ هنا تبدي يبين عندك الاوبليجيت بكتيريا والانابليجيت بكتيريا، يعني الاوبليجيت بانعدام الاكسجين تموت نهائيا، بس العاديه ممكن تعيش بعدم وجود البكتيريا لفتره معينه. اللي يعيش ويا الطرفين هنا انايروبيك اللي هي بغياب الاكسجين. الانايروبيك اللي تعيش مثلا بغياب الاكسجين، لما تكون عندي الاكسجين موجود، احنا ننتبه هنا، لما يكون عندي الاكسجين موجود هي انايروبيك، هي تعيش عند غياب الاكسجين، بس مو معناتها انه هي تموت بوجود الاكسجين. هذا يقسم لي البكتيريا الاوبليجيت انايروبيك، يعني البكتيريا تشترط انه هي تعيش بعدم وجود الاكسجين، اذا وجد اكسجين تموت، وهذا ايضا سلاح لي، مثل ما هذه الايروبيك سلاح لي، اقدر اقتلها، مو صحيح؟ اقدر اكتشفها او يميز لي على الاقل. مثلا الايروبيك بكتيريا، من اعرف اني هذه البكتيريا ايروبيك معناتها اغلب البكتيريا يا اما تكون بالتهاب جلدي، يا اما تكون مكان مكشوف، يا اما تكون باللنج، صح؟ الاكثر مكان متواجد به الاكسجين. الانايروبيك او الفاكلتاتيف اللي تعيش بين تقدر تستخدم الاكسجين واللي تعيش بغياب الاكسجين، هذه ممكن بكل بساطه اول ما تجي تقول بلا معا غياب الاكسجين او كميه محدده من الاكسجين تقدر تعيش بها. فاكلتاتيف اللي هي البكتيريا اللي راح تقدر تعيش بوجود الاكسجين، يعني تستخدمه كانتاج طاقه، وبغيابه ايضا تقدر تسوي طاقه. هذين كل الكلاسيفيكيشنات اللي لازم نعرف ان اكو اضافه، مو صحيح؟ ماكو، كل الكلاسيفيكيشنات اللي لازم نمر عليها، ابتداء من المورفولوجي، الستينينج، البكتيريال كومبوزيشن، التوكسينز، الاكزو والاندو، كلتشرنج، والانفايرمنت ايروبيك انايروبيك. هذه الامور هسه انت تقول دكتور انت خربطتني، هذه معلومات هوايه، هذه شغلات، هذه كلها انا دا انطيك هذه الفكره بصوره مضغوطه على مود لما تيجي تدرس المورفولوجي واقول لك اتبع واحفظ بهالطريقه تتبعني بصوره صحيحه، لان انت تعرف اهميه دراسه كلاسيفيكيشن. غلطة الطلاب وين؟ تمام؟ غلطة الطلاب وين من يجي صار عنده مشكلة بالمايكرو؟ ليش ما يحفظ المايكرو؟ لأن ما يعرف أهمية هذه الكلاسيفيكيشنات. يركض يريد يعرف البكتيريا وشلون تضر الجسم. هو شيء جيد، ولكن أنت من تعرف ضررها، تعرف الأعراض اللي تسويها، ما راح تقدر تعالجها إلا تعرف الصفات. فلذلك هي هاي بس مجرد outlining to the importance of these classifications. تمام؟ خلينا ناخذ مثال. مثال بسيط على مود ننهي المحاضرة مال اليوم. على سبيل المثال ندي احنا الجرام الستريبتوكوكس، مو ذكرنا عندنا نوع من انواع الستريبتوكوكس اسمه ستريبتوكوكس شنو؟ اوريوس، ستافيلوكوكس اوريوس، نفس الشيء، نفس المجموعة احنا، لان ستريبتوكوكس وستافيلوكوكس اثنين ايروبيك، يعني عفوا، بس خلينا نقول ستافيلوكوكس اوريوس، صح؟
اللي هن، انا ليش قلت نفس الشيء؟ لان هن اثنين كوكس دائريات، راح تفهمون هذا الكلام شنو بالحلقات الجايه. اول شيء ناخذه انه هذه البكتيريا شنو بيش تنصبغ؟ تنصبغ بجرام بوزيتيف لو نيجاتيف؟ بوزيتيف. هاي اول وحده. زين، هاي البكتيريا ورا ما عرفناها بوزيتيف لو نيجاتيف شكلها شنو؟ كوكساي دائري مو ستافيلوكوكس. اذا قلنا على شكل ستاف عنقود عنب، راح نشرح شنو هذا التقسيم. ستافيلوكوكس زين، عندي جرام نيجاتيف وكوكساي، عرفت هسه جرام بوزيتيف وكوكساي، عرفت شنو؟ اثنين من الصفر. بما انه عرفت جرام بوزيتيف شنو شو عرفت بعد؟ عرفت انه التوكسين مالتها اللي هو الاكزوتوكسين، صح؟ ما عرفت الاكزوتوكسين؟ بالمناسبه الاكزوتوكسين هذه تفرز سبع انواع من السموم، ومن ضمن السلسلات اقسام الاكزوتوكسينز هذه تسمى السوبر انتيجينز، بالخصوص يعني ستافيلوكوكس اوريوس. بعد ما عرفنا الاكزوتوكسينز لازم نعرف هي وين تعيش، الاتموسفير، صح ولا غلط؟ تمام؟ الاتموسفير يا هو اللي تعيش بيه ايروبيك. اذا هي اساسيا شو تسبب لي؟ التهاب رئوي، صح ولا غلط؟ بالتهابات الرئويه. ممكن تسبب لي شيء ثاني؟ اي ممكن، لان الايروبيك ممكن يكون ايضا شنو؟ مو ابليجيت. بعد شنو نحتاج احنا نعرف هذا الصفات؟ اي الكالتشر ممكن انه قضايا هذه نجيبها نحن بالكالتشر نسوي لها تحاليل معينه، مثلا الكاتاليز. كاتاليز حتيجي بوزيتيف، شنو كاتاليز؟ راح نشرح بالمحاضرات الجايه. عندنا كواجوليز، كواجوليز بوزيتيف، مو صحيح؟ فهذه اثناء الكلتشرنج راح نعرف على هذه الصفات. الكاتاليز هو انزيم تفرز البكتيريا، كواجليس ايضا قابليه تسوي الفايبرين، تحول الفايبرونوجين الى فيبرين، فبالتالي تسوي لي تكتلات بالدم، على عكس الجهه المقابله اللي هي ستريبتوكوكس اللي تسوي لي هيموليسيس بالدم. هناك تسوي لي هيمولايتك، هنا تسوي لي كواجليشن هيموليسيس، عفوا كواجليشن. فهمنا الفكره؟ اذا هسه اني بس مجرد اعرف هذه الاشكال، الستيننج ايضا لها ستين خاص بها، بس مجرد جيت مورفولوجي دائري، ستيننج فلان ستين، البكتيريا كومبوزيشن نحن المفروض دارسي نعرف انه هذه البكتيريا بها كذا طبقه، لانه الجرام بوزيتيف له شرح خاص ومكونات خاصه للجدار. التوكسينز قلنا شنو؟ بوزيتيف. الكالتشرنج الكالتشر المعين مثلا البلاد اجار او تشوكلت اجار، والاتموسفير او الانفايرمنت عندنا ايروبيك. مجرد عرفت ذني انت تسلحت 90% من البكتيريا. بعد فقط بس تعرف الفقره الجايه، هذا كله جنرال، الفقره الجايه تعرف الكلينيكال بالذات اي عضو تضره، شنو الاعراض بالخصوص اللي تسويها، وشون اقدر اتغلب عليه. اذا كلينيكال هو صفات المرض، اعراضه الكلينيكال مانيفستيشن يسموها، لان صفات المرض ممكن يسوي لك التهاب بصوره عامه، الصفات البيولوجيه، ولكن الكلينيكال مانيفستيشن هي الاعراض اللي تظهر عليك كانسان او كمريض، والتريتمنت ببساطه بعد ما نتعرف على كل شيء. هذه كانت كل المقدمه اللي لازم تعرفها على البكتيريولوجي، وان شاء الله بالحلقات القادمه راح نبين كل جزئيه بتفاصيلها من هذه الكلاسيفيكيشنات. اذا خلصت هاي الكلاسيفيكيشنات راح تكون مسيطر من توصل كلينيكال بكتيريا، وتعرف من يقول لك مثلا ايكولاي راسا راح تقول يو تي اي، راح يقول لك على سبيل المثال البورديتيلا راح اقول لك البورديتيلا، راح راسا راح اقول شنو؟ راح اقول ووبين كاف، راح اقول هذا اللي هو السعال الديكي. بس مجرد تقوم تيجي اسم البكتيريا يمك تعرفها وتعرف صفاته ببساطه، ولكن ابني اساس، الاساس ما نقدر احنا نبني بيت على رمله لين يطيح، يحتاج لك اساس قوي، بناء طابوق سمنت حديد على ما تقدر تصعد عليه البناء العالي. هذا كل اللي لازم تحتاجه، واللي تعرفوه لازم تعرفوه بهذه الحلقه. الحلقه الجايه ان شاء الله راح نناقش المورفولوجي، اشكال البكتيريا، وان شاء الله بالجايات ويل جو فاردر اند فاردر. اتمنى الحلقه كانت بسيطه وانطتك انطباع جيد على الميكروبيولوجي، وتذكر نتخلص البكتيريولوجي راح تعرف الانتي بكتيريال، فانت مؤهل انه انت تعالج الامراض البكتيريه، وكذلك بالسيستمات البقيه. حتى نلتقيكم في الحلقه القادمه، نترككم في
في رعاية الله وحفظه.